السلام عليكم. النهارده في تاني حصه لينا لتعليم القرايه، هنتعلم حرف الاي ازاي بنعمله صوته الطويل وصوته القصير بتاعه. النهارده هنتعلم حرف الاي. الاي يا يوسف حرف متحرك. الاي ام حرف متحرك، مره يقول اسمه ومره يقول صوته، مره يقول اسمه ومره يقول صوته. يبقى ليه كام؟ اهو ليه كام صوت؟ اهو اتنين، مره يقول اسمه ومرة يقول صوته. طيب انا لو عندي اتنين حرف متحرك زي الكلمات اللي انا هقولها دي دلوقتي، بنعمل ايه يا استاذ يوسف؟ انا بنعمل ايه؟ الاول اول يقول اسمه، والتاني والتاني بيقولش حاجة، ما يقولش حاجة. تمام. ساعة صبرني يا رب. ماشي يا يوسف، ركز يا حبيبي. في كم حرف متحرك هنا؟ اتنين. اتنين احنا إيه؟ بنقرا من الاي ولا بنقرا من الال؟ من الاي. من الاي. في اي واي، يبقى الاول يقول اي والتاني بيقولش حاجه. يلا اي والال لا. لا يبقى اي لا. اي ولا يبقى على بعض اي لا. اي لا. طب هنا الحرفين المتحركين مين؟ الاي الاي والاي. يبقى نشطب مين؟ الاي. طب البي ب اي اي ن ن بي ن يبقى ب اي ن ب اي ن يبقى على بعض بين بين. طب الجي صوتها ج جي ج ج. الار ر ال اي واحدة ن يبقى ن. جرين جرين. يلا هنا الار ر ر ر ر ر ر ر ر اي اي م م ريم ريم. يبقى الاي هنا برضو منطقها؟ لا. التي صوتها ت ر اي تري. يبقى الاي عشان تقول اسمها يبقى معاها حرف متحرك تاني. الاول يقول اسمه والتاني ما يقولش حاجه. الاول يقول اسمه والتاني ما يقولش حاجه. طب صوت الاي، صوت الاي بص ب د بد، ما اسمهاش بيد. بص كده بد تن ت ن. يلا يا يوسف، يبقى انا عندي ب ا د بت بت، وهنا د ا ن. يبقى د د ن تن د ن على بعض تن تن. طيب دي ب ب بس ب ايه ن ن. يبقى ب فين الب؟ فين الاي بتفتح؟ ب ن ب ن. يبقى على بعض ب ن بن بن. يبقى عرفنا حرف الاي ازاي بنعمله صوت لونج وصوت الشورت الطويل والقصير بتاعه. طيب خدنا احنا الحصه اللي فاتت حاجه اسمها ان الاسماء عندي نوعين، اسماء مفرد واسماء ايه جمع، والاسماء التي لا تعد. المفرد لازم نحط قبليه مين يا يوسف؟ ا او ان. نحط قبليه ايه؟ ا او ان. الكلمه اللي اولها صوت فاول، يعني مثلا اولها حرف الاي والاي والاي والاو واليو، دول بنحط لهم ايه؟ بنحط لهم مين؟ ان. ان. الباقي بنحط ا عادي. خدنا بعد كده ان في حاجه اسمها الضماير. مين هما الضماير؟ انا اي وهي يا شي لغير العقل ولغير العقل. ايه ماشي. النهارده هناخد حاجه اسمها ان احنا ازاي نجمع. يعني ايه جمع؟ يعني بدل ما هي حاجه واحده تبقى ايه؟ حاجات كتير. بدل ما هي حاجه واحده حاجات كتير. حاجات كتير. الجمع يا يوسف ما ينفعش نحط قبليه ا او ان. يبقى الكلمات الجمع ما ينفعش نحط قبليها ايه؟ ا او ان. ما ينفعش نحط قبليها ايه؟ ا او ان. مثلا رجل اتلجت حطها هنا
الجمع هو بدل ما نخلي حاجة واحدة بس زي اكات قطة واحدة، بدل ما اخليها قطة واحدة، يوسف يوسف بدل ما اخليها قطة واحدة عايز اخليها قطط كتير. فاحنا لما بنيجي نعمل الجمع نكتب كلمة كات ونحط اس ايه جمع اس الجمع، كده بقيت قطط كتيرة كاتس. كاتس تمام. طيب عايز اقول ابوك كتاب واحد، عايز اخليه كتب كتيرة، اعمل ايه؟ بوك بوك، واحط ايه في الاخر؟ اس. ينفع نقول زي ما قال يوسف ايه بوكس، الجمع بياخد ايه او ايه؟ الجمع عمره ما بياخد ايه او ايه. وفي حاجة اسمها جمع شاذ، زي تشايلد، تشايلد طفل واحد، ايه تشايلد، فاكر كلمة تشايلد بتاع الطفل، تبقى تشيلدرن، تشيلدرن تشيلدرن يعني اطفال. انجزي بس بقى، يبقى كلمة تشايلد تبقى ايه؟ children child children. كده خلصنا الجمع. هناخد حاجة جديدة برضو اللي هي verb to be. verb to be، مين هو verb to be؟ اللي هو verb verb. يلا يوسف، هناخد حاجة اسمها verb to be. verb to be هم مين؟ am am و is و is و are و are. خدنا أربع ضماير، خدنا أنا I، تاخد مين؟ am I am أنا أكون، I am أنا أكون. خدنا هو هي، هي بتاخد is، هي is هو يكون، هي is هو يكون. وخدنا هي، هي يعني شي، شي وشي is، شي is هي، هي تكون، شي is، هي is تكون، هي تكون. يبقى تاني مين هو فيرب يكون؟ يعني ايه يكون؟ am و is و are. يعني ايه يكون؟ am و is و are. طيب انا اي تاخد مين؟ am. يبقى اي ام انا اكون. هو هي ياخد is، هي is هو يكون، هي شي تاخد is، شي is هي تكون. عايزك تحفظ بقى المرة دي هما زي واحنا وي. يبقى احنا كده دي الحصة التانية، عشان نمشي معاه بعضينا عشان نبقى شطار. هما هما زي، هما زي، احنا وي، وي وانت يو، انت يو. طب وما نقولهم من الاول تاني. انا انا اي تاخد تاخد ام، يعني على بعض اسمها اي ام انا اكون، اي ام انا اكون. هو هي، هي تاخد از، هي از هو هو يكون، هو يكون. هي شي بتاخد از، هي تكون، شي از هي تكون. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك.